تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج منافذ صرف معاشات أغسطس بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم فتح مكاتب الهيئة استثنائيا اليوم وتوفير جميع المعاشات في منافذ الصراف الآلية. هذا وتابعت القباج انتظام عمليات الصرف والتي تتم في أكثر من 500 منفذ على مستوى المحافظات لمن كانت معاشاتهم قبل يوليو الجاري أقل من 1000 جنيه، مؤكدة أنه تم التنسيق مع هيئة البريد للعمل أيضا يوم السبت المقبل ليستمر الصرف لكل الفئات حتى يوم الأربعاء المقبل. القرار بتاع فخامة الرئيس أن يتصرف المعاشات قبل العيد جاء وفقا لأن في احتياجات ومشتروات كثيرة يعني بيتم مطالبتها بيها قبل الأعياد. المفروض أن الصرف بيبدأ أول يوم في الشهر، بس هو فخامته استثناء عملها يوم 25 في الشهر. يمكن بقول كمان أن في نفس الشهر هتنزل برضو تسهيلات لتحفيز الاستهلاك، فمن ضمن الموضوعات بتاع ضخ كثير من الموارد في رأس المال في الأسواق لتحفيز الاستهلاك وتحفيز الانتاج المحلي، فيمكن في الأيام القادمة هتشهد مصر غير المعاش أنه يصرف مبكر.